اليوم راح اسوي كوزي دجاج ولحم، راح اطبخهم يعني مو بنفس الوقت، بس هم اثنيناتهم سوا موجودين. يلا نبلش. وهسه املحه واخليه بالفرن، وهنايا ثوم هم راح اخلي له، ممكن فلفل. تحتاج تقريبا ساعتين بالفرن. هنايا عندي خضار هالشكل، وهنايا عندي بتيتا قليتها، هنا دا احمي الشعرية، فلفل اسود، ماجي شوية، ملح همينة، ضيف مي. الدجاجة خليتها بالفرن عادي، بس ملح خليت لها، وهسه خليت لها من فوق كاتشب ودبس الرمان هالشكل، وارجعها للفرن. راح اخبط البوتيتا والشعرية والخضار. بطت الحشوة هسه هالشكل، هنا تمن دا اسوي، ملح وفلفل اسود وشوية ماجي وبهارات برياني. مي همينة. هسه الدجاجة مالتنا جهزت. رادت تحترق بس زين. هسه هاي اهم فقرة، من بعد ساعتين ونص خلونا نفتحها نشوف شلون صار. سلام. هسه راح اخليها تتحمر من فوق شوية. يعني هي كلش مستوية مبين ذايبة. هسه اصب التمن بسرعة. نبلش نصب. وهسه صبيت التمن هالشكل وساويته. نبلش اضيف الحشوة. نضيف. جنن طبعا. يعني هي صايرة الحشوة أكثر من التمن همينة. هسا هاي آخر شيء. في عين أسوء. هسا نخلي فوقها الدجاج. خليته شوية يتحمر وهسا أخلي. هسا خليتها وراح أخلي الدجاجة. الدجاجة الشهية. شوفوا الجمال يا عيون أسوء. هاي فطورنا لليوم. شوفوا الدجاجة شكل شهية. وهاي همينة. يا سلام. شنو رأيكم بالفطور مال اليوم؟ كتبوا لي. هاي همينة من ناية هالشكل. اليوم كلش حبوا الفطور، واللحم كان ذايب، والدجاج هم. انا احب الدجاج يكون مستوي 80%، مو كلش يعني ذايب، بس عادي الحمد لله، يعني كل شيء طيب وعجبهم. واحبكم هواي عيون اسو.